هنعمل النهاردة وصفة فراخ سهلة جدا وبسيطة جدا جدا، بالكوباية واحدة بس من السيفن او اي صودا عندنا لونها ابيض. هتخلي الفراخ طرية جدا وناعمة، كمان الصدر اللي دايما بنشتكي منه انه ناشف، لا طري جدا، وكمان الوراك دايبة جدا جدا. وصفة سهلة وبسيطة، تعالوا نبدأ الفيديو ونشوف عملنا الوصفة الحلوة دي ازاي. بس اللي اول مرة يشوف قناتي يعمل اشتراك، واللي عجب الفيديو يا ريت يعمل لايك. يلا بينا نبدأ الوصفة. دلوقتي هنا انا معايا بصلاية كبيرة مفرومة ناعم بالشكل ده كده، هحط عليها ايه؟ هحط عليها كوباية من السيفن او السبرايت او اي حاجة فيها صودا بس تكون فاتحة. معايا معلقة من الخل كبيرة طبعا، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود والكمون، ده كمون وده فلفل اسود، معلقة صغيرة من الحبهان، معلقة كبيرة من الملح والملح حسب الرغبة. دلوقتي انا معايا معلقة كمان كبيرة من دبس الرمان، ومعلقة كبيرة حلوة كده من الكاتشب بالشكل ده كده، ومعلقة من الزيت. سوري. دلوقتي بقى هقلب كل المكونات دي كويس كده مع بعض بالشكل ده كده، هفضيهم بقى في صينية، طبعا الصينية اللي انا هدخلها الفرن. دلوقتي بقى هحط الفراخ بتاعتي بالشكل ده كده، واحاول ادلكها بالشكل ده كده وارصها. طبعا عندنا وراك او صدور او الاثنين مع بعض، يعني اللي عندنا هنستعمله او زي ما احنا بنحب. هغلف كل الفراخ اللي عندي بالتتبيلة بالشكل ده كده، ويستحسن يعني نكون ايه سايبينها في التتبيلة شوية، مثلا ساعتين ولا حاجة، ممكن نعملها من بدري شوية ونسيبها في التلاجة، بس انا الصراحة مستعجلة فهشتغل فيها على طول. ولكن السيفن اللي انا حطيته بيطري لحم الفراخ معايا ويخليها دايبة كده وجوسي، وما تخافوش مش هتبقى مسكرة ولا حاجة، احنا بس هنعادل السكر بتاع السيفن بالملح، هنظبط الملح بتاعنا دلوقتي بالشكل ده كده. هكون انا خلصت الفراخ بتاعتي وتبلتها بالشكل ده كده. دلوقتي هغلف الصينية بتاعتي واحطها في الفرن على درجة حرارة 220 على الرف اللي بعد الاولاني من تحت خالص. بقى الفراخ بتاعتنا بعد ما بقت جاهزة معانا، انا بس عايزة اوريكم قد ايه هي طرية جدا من برة ومن جوه، وكمان الصدر اللي هو دايما بنشتكي منه انه ناشف، سوري بس عشان سخنة جدا. شايفين بقى، شايفين قد ايه هو دايب جدا جدا، شايفين يعني بيتفتت بكل سهولة. السيفن ما تخافوش منه، ملوش اي طعم خالص في الفراخ، ولكن مخليها ناعمة جدا ودايبة. يارب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واللي عجب الفيديو يقول لي رأيه في الكومنت، والسلام عليكم ورحمة الله.